قبل عام من الآن اختار صاحب هذا المكان الرحيل في صمت، وبهدوء الكبار غادرنا الإعلامي الشاب. قبل عام من الآن وفي يوم ليس كبقية الأيام، تطلع الشمس على غير عادتها بنبأ صادم. الأخ والزميل قاضي بومدول في ذمة الله. هي فاجعة صعبة حينها على الأسرة الإعلامية الجزائرية استيعابها، فالفقيد أحد أبرز الوجوه الشبابية، وتميز بمسيرة إعلامية مشرقة وحافلة بالإنجازات والتنوع امتدت لعشرين عاما. مسيرة كتب لها أن تنتهي بمرض مفاجئ قابله فقيد الشروق بصبر جلد. حين نرى هذه الابتسامة نتذكر عفوية الرجل وصدقه، ويصعب علينا التصديق بأن قاضي بومدول تخطفه الموت من بين أحبته وزملائه دون سابق إنذار، وأن مسيرة الشاب الطموح صارت ذكرى في أرشيف التلفزيون وفي قلوب محبيه بعدما كان يعد بالمزيد. تعود الذكرى إذن حبلى بالألم، وهو الألم المتربص بأهل هذه المهنة في كل مرة. وما من كلام يعزي والذكرى هذه، ووحدها الدموع تخرج الألم على رجل كان يضج حياة قبل أن يصير صمته مدوياً.